طيب كمان من ضمن الحاجات اللطيفه اللي شهدناها كلنا في يمكن اخر كام سنه تحديدا، فكره ان مصر بقت برضو لافته لانظار العالم فيما يتعلق بتنظيمها وحسن تنظيمها واستضافتها لبطولات رياضيه مختلفه. هنتكلم بقى على هذا الجانب شويه. الاتحاد المصري لكره السله حصل على موافقه باستضافه بطولتي افريقيا في نسختي 2022 و2023. اعلن الاتحاد الدولي لكره السله كمان عن اقامه النسخه الرابعه من كاس افريقيا في تحت سن 17 سنه في القاهرة في شهر ديسمبر من العام الجاري. يعني في موافقة على طلب استضافة مصر لبطولتين لعامين متتاليين، ودي حاجة في منتهى الأهمية بتأكد أن فعلا الدولة ابتدت تتحرك بشكل ممتاز في الفترة الأخيرة في المنظومة الرياضية وعلى المستوى العالمي. من المقرر أن يتأهل الفائزين في كأس إفريقيا لهذا العام إلى كأس العالم لكرة السلة إن شاء الله، والتي تعد من يعني جزء من الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. برضو جدير بالذكر أن بطل المسابقة اللي تقام تحت سن 17 سنة سيتأهل إلى كأس العالم تحت سن 18 سنة في 2023. وبرضو بالمناسبة عايزين نقول لحضراتكم أن المنتخبات المصرية سبق لها التتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة في النسخة الماضية عام 2019 اللي أقيمت في أوغندا، وفاز منتخبات الرجال والسيدات وفريق الرجال تحت سن 18 سنة بالمركز الأول في ذلك الوقت. فعايزين نكرر تاني الانتصارات دي.